اعتقادات خاطئة لما بنعمل دايت او لما بناكل، هيدا الشيء بنصح، هيدا الشيء ما بنصح، هيدا الشيء منيح، هيدا الشيء ما منيح، كل هول الاخبار بدها تخبرنا عنهم اليوم نتالي. صباح الخير. صباح الخير ستيفاني. معك حق 100%. اوقات بس عم نقرا مجلات كمان بحطوا لنا مثلا الخبز الاسمر عنده كالوريز اكثر من الخبز الابيض فوق وفري مثلا، بعدين بتقري اذا صح ولا غلط الجواب. سو في ناس بيفكروا انه بس ياكلوا خبز اسمر يعني عم بيعملوا دايت، بياكلوا مرتين اكثر من الخبز الابيض، ولكن السعرات الحراريه هن زيتها. سو هول القصص تعلمناهم منكم اكيد. انا قديس اللي معكم يعني رح يصير بعد شوي دييتيسيان جود. منيح انه عم نتعلم كثير قصص، سكر الاسمر، سكر الابيض، في اعتقادات خاطئه كثير عندنا، افكار خاطئه. صح. اول سؤال ستيفاني هو إذا أكلنا بالليل هيدا الشيء بخلينا ننصح؟ يعني إذا أكلنا نفس الشيء بالنهار أو عشية، كتير من الأوقات نسمع أنه أنا بدي خفف وزني بدي وقف عشاء، يا هل ترى العشاء هو بحد ذاته أنا بعرف إذا ما تعشينا بنضعف أكيد. بس ما بعرف إذا العشاء بنصح. أوكي. شغلة كتير مهمة. أكيد بنصح حسب شو عم ناكل يعني. أي. الدراسات خاصة آخر دراسات فرجت أنه هو مش أي ساعة عم ناكل بس شو مناكل. يعني معظم الأوقات الأشخاص اللي بينصحوا وقت اللي بيتعشوا بيكونوا أشخاص يمكن بيقعدوا كل نهار بلا أكل، وجبتهم الأساسية هي العشاء، أو يمكن ناس بيأكلوا عادي خلال النهار بس يوصل العشاء أوقات بيصيروا يلقمشوا لأنه يمكن بيناموا مؤخرين، أو حتى أوقات بيوعوا بالليل ما عم يقدروا يناموا وبيرجعوا بياكلوا، او حتى بيكونوا كل نهار برات البيت. يعني بس برات البيت شو بياكلوا؟ اوقات ما لهم وقت، يعني ما عندهم وقت يروحوا يتغدوا بمحل. صح. بيلقمشوا ساندويتشز وقصص ناشفه، بس يجوا على البيت بدهم ياخذوا طبيخ يعني. سو اهم شغله ستيفاني هي انه ما لازم نقفي وجبات الاكل، لانه وجبات الاكل هي ضروريه كرمال هالجسم يضل يقدر يحرق سعرات الحراريه بطريقه صحيحه، ولكن لازم ننتبه انه شو هي المأكولات اللي عم ناخذها. عاده الاشخاص اللي بياكلوا كثير عشيه اكيد هن اشخاص العشاء وقت اللي وقفوا رح يضعفوا، لانه هن عم ياخذوا سعرات حراريه زياده عن ما هن بحاجه. والدراسات فرجت انه الاشخاص اللي بياكلوا بالليل هن اشخاص بتطلع نسبة الكالوريز بوجبة العشاء أو من بعد وجبة العشاء أوقات بتتعدى 1000 سعرة حرارية، اللي هي كمية كتير كبيرة وبتلقمش. بالضبط. سو الشغلة اللي لازم ننتبه لها هي ما نمنع حالنا عن الأكل، بس ننتبه قديش عم ناكل وشو هي المأكولات اللي عم نختارها للعشاء. للأشخاص اللي بيوعوا بالليل تياكلوا، هون بدنا ننتبه لنقطة تنشوف إذا هالشخص هيدا عنده مشكلة نايت إيتينج سيندروم، يعني بيوعى تياكل، ولا بالعكس هو ثاقبت وعي وزهقان فتح البراد وصار ياكل. دونك هون الشخص اللي زهقان لازم اكيد يعرف يختار المأكولات، ما ياخذ اشياء كثير دسمه مقالي، هدول اكيد صرنا بنعرفهم. بس الشخص اللي عنده نايت ايتينج سيندروم يعني بيوعى وبياكل كميه الاكل اللي بياكلها بالليل اكثر من الاكل اللي بياكله خلال النهار، هون عندنا مشكله، واكيد هيدي المشكله بدها علاج اكيد من عدة جوانب. ممكن أنه تكون مشكلة نفسية. وكمان أكيد العلاج الغذائي هون كمان مهم، تنعرف شو هي الأشياء اللي نختارها وقت اللي بيصير عندنا هالنوع من بنج إيتينج بالليل أو شراهة بالأكل خلال الليل. سو كله له حل. أهم شيء ننتبه أنه ما نقفي وجبة العشاء لأنه هي اللي بتخلينا ننصح بالليل، ما بنحرق الأكلات بغير طريقة من بالنهار. بالليل نتالي أمويان يعني شخص بيتغدى عادي بيتروق عادي وبياخد الكولاسيونات عشية، كم كالوري لازم يتناول؟ حسب كل شخص بتختلف الكمية، بس عادة إذا بدنا نحكي عن وجبة عشاء طبيعية بتتراوح بين 300 لـ 500 حسب كل شخص قدي بيحرق، حسب كل شخص شو هي شو وزنه قدي لازم يكون وزنه، أكيد قديش الأكتيفيتيز اللي بيعملها. أنت مع الواحد يأكل فواكه بالليل؟ أو بتفضلي الواحد يأكل فواكه بعد الظهر أو الظهر؟
لانه اوقات بياكلوا كثير فواكه بالليل وبحس انه بيعلى السكر بالجسم وبترجع تقتل باكل. وقت اللي بقول لازم ننتبه شو عم نختار باكلنا، كثير مهم انه يكون في توازن حتى بوجبه العشاء. يعني وقت اللي بناكل كثير فواكه بناخذ كميه سكر كثير عاليه بفرد مره، اكيد الجسم خاصه عند الاشخاص اللي عندهم يمكن ميول اكثر ل يعلى معهم السكري او عندهم تريغليسيريد عالي او عندهم مشكله ريزيستانس على الانسولين، هؤلاء اشخاص بدهم ينتبهوا على كيف بياكلوا الفواكه، واكيد ما يجمعوها كلها بوجبه العشاء ان كان عشيه او بالنهار كمان، لانه في ناس بيعتقدوا اذا اكلوا بس فواكه عفوا انه ما اكلوا اكل ما بنصح. اكزاكتلي. هلا كمان هون اذا كترنا فواكه بنكون كمان عم نعطي جسمنا كميه كثير عاليه من السكر بنفس الوقت، هذا بياثر اكيد على نحن كيف رح نقدر نهضم هالمأكولات، واكيد هذا شيء منه مستحب خاصه عند الاشخاص اللي عندهم يمكن مشاكل بوزنهم او اللي مشاكل اللي حكيت عنها. بنتقل هلا لسؤال ثاني، هو السكر، انواع السكر مختلفه. هلا بالسوق عندنا اكيد السكر الابيض، عندنا السكر الاسمر، عندنا السيرو، عندنا سيرو داغاف. كل الاشخاص بتفكر انه كل ما كان اسمه ناتوريل كل ما بنصح وكل ما كان فيه سكر اقل. اكيد هيدي شغله غلط، لانه بالنهايه كله سكر. الملعقة السكر ان كان سيرو داغاف او سكر او حتى سكر الاسمر، في كمان يمكن أنواع من القطر، كلهم بتتراوح نسبة السعرات الحرارية اللي فيهم بين 45 سعرة حرارية ل 60. دونك فيهم سكر بالنهاية، السكروز اللي موجود فيهم شكله مختلف شوي، يمكن شكل الموليكول بتختلف، بس بالنهاية هن سكر. فإذا ننتبه لكل أنواع السكر اللي عم ناخذها، حتى اللي مكتوب عليها الناتوريل، حتى اللي بتكون مصنعة بطريقة صحية أكثر، بالنهاية هيدا سكر ولازم ننتبه ونتناول كمية سكر أقل، ما نقول إنه لأنه طبيعي يعني صحي أكثر. هلا كنت عم تقولي عن الأسبرتام، عم تحكي عن في غير أنواع محليات اصطناعية أو حتى طبيعية مثلا مثل الستيفيا، هن أنواع محليات منهم سكر، وهون كرمال هيك هالأنواع من المحليات فيها نسبة سكر أقل وسعرات حرارية أقل، وبهالطريقة هاي أكيد بنكون عم نوفر كمية سكر على جسمنا. بس هون كمان لازم ننتبه، لأنه بالنهاية نحن عم نعود جسمنا على طعمة حلو، وكل ما تعودنا على هالسويت تيست كل ما صار في نوع من ادكشن، دماغ بيشتغل، هو بهمه الطعم ما بهمه اذا كان فيها كالوريز ولا لا. سو بدنا ننتبه انه ما نعود حالنا على هالطعمة الحلو حتى ولو كان بوقتها ما فيه سعرات حراريه. بنتقل هلا ستيفاني لكمان سؤال خاصه بالسكري، بالسكر، هو في كثير ناس بتفكر لانها بتاكل كثير حلو هي اشخاص معرضه اكثر من غيرها تتعمل سكري. يعني اذا انا بحب كثير انا عملت سكري لانه اكلت كثير حلو، اكيد هيدي شغله منا صحيحه، لانه عاده وقت اللي بنكون السكري اسبابه منا كثره استهلاك السكر، بس وقت اللي بيصير هالاستهلاك الحلويات وكثره السكر زادت من الوزن، ونحن شخص يمكن ما بنعمل حركه، دونك انا ما عم بعمل حركه وانا عم باكل كثير سعرات حراريه من وين ما كان جاي من السكر او من الحلويات او من غير مأكولات، اكيد هيدا سبب كرمالتها يصير عندنا النوع الثاني من السكري، اكيد ما خص اذا التايب 2 لانه هو معلق بزياده الوزن. اكيد هيدا الشيء ما خصه اذا ايه او لا عم ناكل حلو كثير. سو ما لازم نقول اذا اخذنا كثير سكر رح يصير عندنا سكري، ننتبه قد ايه عم ناكل سكر واذا هيدا عم بياثر على وزننا. انا اتصال نتالي رح ناخده سوا من سهام. الو بونجور. صباح الخير، تفضلي تفضلي. الو بونجور. بونجور، اهلين، يعطيكم العافيه. ميرسي. بدي اسال عن المبيض القهوي. نعم. هل هو كله كيميكال؟ سريش كله شو كيميكال؟ اوكي. سؤال ثاني، المسا باكل كيميكال. اوكي. نعم. اوكي. وباكل تفاحه وحبه موز. نعم. تفاحة وحبة ذرة، أو تفاحة وحبة ذرة، أو حب تفاحة وحبة موز، هل هيدا السكر كثير على بيكون على إلي؟ من بعد الغداء بعد الظهر، أمتين بتاخذيه؟ على العشاء، على العشاء. وما بتتعشى؟ بدل العشاء.
بدل العشاء. اوكي بدل. لا اوكي اوكي. عندك شيء مشكله صحيه معينه؟ لا لا ابدا، بس بخاف من السمنه. اوكي اوكي. لا بس بخاف من السمنه. اوكي اوكي. لكن اول سؤال هو اذا المبيض القهوه هو كله كيميكلز، هلا المبيض القهوه هو بديل للي ما بيحبوا الحليب، هلا هو مصنوع من الذره، هو فيه نشا ذره ودهون معينه، الدهون اللي فيه ممكن هي مهدرجة، يعني مفعولة على الجسم، منه إيجابي أكيد، ممكن أنه يأثر على الأشخاص اللي عندهم. حتى إذا فات فري، إذا كان فات فري هو بالنهاية نشا، يعني هو بالنهاية كيميكال، بس ما بياخد منه كتير، إذا معلقة أو معلقتين هو بالنهاية نشا. يعني إذا كنا أخذنا فات فريد واستغنينا عن الدهون اللي فيه، ما ننسى أنه فيه سعرات حرارية، صحيح ما فيه دهون بس فيه سعرات حرارية. للشخص اللي ما بيقدر ياخد حليب ممكن أنه يكون بديل، بس ننتبه على الدهون اللي فيه. هل كله كيميكال؟ كله كيميكال، هو مصنع، هو نشا مستخرج بطريقة أكيد منا طبيعية. النشا عادة تنقدر نستخرجه في طرق معينة، طريقة تصنيع كيميكالز، فيه مواد مضافة لقلو تايداين، بس منه 100% كيميكال. سؤال الثاني هي عن الفواكه، إذا أخذت حبتين فواكه بدل العشاء، يا هل ترى هذا الشيء كتير؟ إذا ما عم تتعشى، كمية السكر اللي موجودة بحبتين فواكه منا كتير، بس أنا بنصح صح انه تتعشى، لانه وقت اللي بناخذ خبز، بناخذ اجبان، بنتعشى خفيف اكيد، بنكون عم نعطي جسمنا كميه، نفس الكميه يمكن من النشويات ولكن بشكل مختلف، بقيت القلب اكثر. وغير عن انه بقيت كمان، احنا عم ناخذ غير عناصر غذائيه غير السكر، بالفواكه في الياف وفي بس وفي سكر، دونك خلينا ننوع اكثر بعشينا اكيد. بنتقل هلا لسؤال تاني، هو اذا الوقت اللي بدنا ننتبه، كانت عم تحكي سهام هيك انه هي بيهمها وزنها وبيهمها انه ما تنصح كثير. اوقات الاشخاص اللي بيهمهم كثير انه يخففوا من وزنهم بيصيروا يفكروا انه الدهون لازم نلغيها كليا باكلنا، يعني لازم نطبخ بدون زيت، لازم ناخذ كل الاجبان والالبان خالي من الدسم، لازم نبعد كليا عن الدهون شو ما كان نوعها أو شو ما كان شكلها. لازم نعرف شغلة، إنه الجسم بحاجة لثلاث عناصر غذائية أساسية تيشتغل مظبوط، عنا النشويات، عنا البروتينات، وعنا الدهون كمان. ما لازم نلغي الدهون من أكلنا، يعني لازم ناخد كمية أكيد منا كتير من الدهون، لازم نعرف نختار الدهون الغير مشبعة النباتية اللي صرنا نعرف شو هي، بس ما لازم أبداً نلغي الدهون. كل جسم عنده كمية دهون خاصة له بتفيده، لأنه نحن بحاجة، الخلية كلها معمولة من الممبران تبع الخلية هي دهون، إذا ما أخذنا على القليل مينيموم من الدهون أكيد بنكون عم نضر الخلية. الهرمونات كلها بحاجة إنه يكون عنا بأكلنا نسبة على القليلة معينة كرمالتها هالهرمونات يرجعوا يشتغلوا. سو حتى لو بيهمنا ننتبه على وزننا، لازم ننتبه كمان انه ما نلغي الدهون، لانه في دهون خاصة بتتسمى اسانسيال اللي نحن بحاجة لها، واكيد ما لازم نلغيها من اكلنا. سو حافظوا على وزنكم بس ما تلغوا الدهون كليا، هيدي نقطة كتير اساسية. المينيموم قدي لازم ناخد، مثلا اذا عم نحكي عن زيت الزيتون كم معلقة لازم ناخذ بالنهار؟ هي كمية بالنهار، إذا أنا بدي أخذ الأجبان والألبان تبعولي خالية أو قليلة الدسم، فيني أخذ بين 4 لـ6 ملاعق من الزيت صغيرة، صغيرة مضافة على الأكل حسب أكيد كل شخص، يعني أنا هون عم بعطي معدل، بالإجمال هي الكمية اللي لازم نتناولها، ما لازم ننزل تحتها أكيد. بكرة منتابع هذا الموضوع، نقل راد، نشوفك بكرة نتالي. مشاهدينا واقفة، أنا برجع بشوفكم بتيبس.